أنا ملزم اليوم أمام المشاهدين وأمام المواطنين اليمنيين بتوجيه اعتذار عن كل حرف وعن كل كلمة قلتها وكل حرف كتبته وكل مقال ذكرت فيه دفاعا عن الحوثيين بناء على معلومات مغلوطة. شفتم على سهولة وبساطة؟ أقل من نص دقيقة ما تكلفش 20 كلمة، مسيرة سنوات من الكذب والخداع والتضليل والتحريض راح في نص دقيقة. طيب والناس اللي قتلوا ودمرت بيوتهم مساكنهم والذي شردوا والذي يتموا ودرملت نسائهم وقطعت أرزاقهم بسبب الكذب والتحريض وخداع الناس كيف؟ أحمد والله ما عاد شتا كذا قال آسف ما عاد شتا كذا اعتذر. أيوة ومن وقتها بدأ اللاعب في مسيرة الاحتراف. قالوا كيف بقى تلعب كيف التكتيك؟ قال والله شوف أنا ما بدافعش على فريقي بس أيضا ما بنضمش للفريق الثاني وأكون أقول للعالم إنه والله أقل شيء كلهم سواء بس عاد فريقي الأول أحسن شوية. الحركة تنتصر صحيح ولا زالت إلى اليوم تحقق انتصارات لسبب بسيط أن لها قيادة موحدة وأن لها مشروع. الأطراف الأخرى للأسف الشديد هي تملك الأغلبية وتملك إمكانات كبيرة لكن للأسف لا تملك مشروع وطني ولا تملك قيادة يحترمها الشعب. شفتم على لعيب حريف؟ شفتم على حركات بيعمل؟ أنا محايد أنا مش مع هؤلاء الفريق بس صراحة بنتصروا معهم قيادة موحدة بس هؤلاء ما لا بنتصروا وهذا قيادتهم أي كلام مع أنه مغلبية بس هؤلاء بنتصروا لعيب حركة بيعمل حركة هذا تسمى حركة المقص. هذا حركة المقص هذا عملها ميسي قبل 3 سنوات والتولو كارت أحمد هذا ما زال مقص هذا. فعلا نحن أمام شرعية للأسف فاشلة وفاسدة ولم تستطيع أن تدير المناطق التي تحت سيطرتها. وأنا متفق مع محمد في جزئية أن المناطق التي تحت سيطرة الشرعية فيها فشل أكثر بكثير من المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين. ما شاء الله شفتوا الحركة؟ طبيعي تتفق مع أخوك إيش الجديد؟ فالأول والآخر وأخوك كنتم لاعبين في فريق واحد وكنتوا تريضوا وتقوموا الصباح تعملوا إحماء سيدي ومولاي عبد الملك نعادي من عدا فريق واحد كنتم. أذكرك بعض التمارين كنت أديها. أنصار الله ليسوا الزيدية وليسوا الشافعية، أنصار الله هو أنصار الحق، الله هو الحق هو العدل هو الصدق هو الأمانة. من كان مؤمن بهذه القيم فهو من أنصار الله، طالما أنت من أنصار الله فأنت من أنصار الحق. شفت على لياقة قرآنية؟ طبيعي تتفق أنت وأخوك، أنتم فريق واحد ونسيت.